إذا أردت المتعة فاذهب إلى الأنفيلد، مباراة ولا أمتع من بيب جوارديولا ويورجن كلوب في مباراة معتادين عليها في البريمير ليج في آخر كام سنة، إن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بتبقى متعة لا نهاية منها. وبصراحة النهاردة أسوأ حاجة في المباراة كانت صفارة النهاية. حطني رقم واحد في القصير. قبل اي كلام، طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول. تعالى بقى نتكلم عن مباراه واحده واحده، تعالى نتكلم الاول عشان التاني، والبدايه نبتديها من تشكيله الفريقين. اول حاجه تشكيله الفريقين، كان ليفربول بادئ بال 4 3 3، والناحيه الثانيه برضه مانشستر سيتي بادئ بال 4 3 3 تقريبا. مانشستر سيتي بدا نفس تشكيله مباراه تشيلسي اللي اتعادل فيها في اللي كسب فيها في الستامفورد بريدج، ولكن النهارده في ارضيه الملعب كانت الاوراق متغيره، او العناصر اللاعبين في ارضيه الملعب متغيرين. كان النهارده جريليش هو المهاجم وفيل فودن هو اللاعب اللي بيميل ناحيه الشمال. النهارده بصراحه بيب جوارديولا فكر في تفكيرين، التفكير الاول في بدايه المباراه انا هلعب من العمق ولا لا، ولا هحاول اطلع على الاطراف، ودي التفكير الاول. التفكير الثاني انا اميل ناحيه اليمين ناحيه ميلنر اللي ارنولد مش مميز فيه، مش موجود فيها، مصاب، وميلنر مش مكانه مش مركزه ناحيه الباك اليمين، هو انت بتايفه ناحيه الباك اليمين وخلاص. وفعلا النهارده يورجن كلوب بدا ان هو يرمي كل اسلحته وكل جهده وكل هجماته ناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين بتاعت ليفربول ناحيه ميلنر، وده شفناه ان ميلنر كان بيروح عليه فيل فودن، بيميل عليه جريليش، وكمان بيروح عليه كانسيلو، وكنا بنشوف موقف 3 على 1 وممكن كمان 4 على 1 بان برناردو سيلفا كمان بيميل ناحيه الشمال ناحيه ميلنر علشان يضغطوا عليه. وفعلا ليفربول الشوط الاول كان شكله سيء، كان شكله فعلا سيء، ولا بنطبق الضغط العالي بشكل امثل عشان نغلط دفاع مانشستر سيتي او نخليه يعتمد على الكره الطويله ونحاول ناخد الكره الثانيه، ولا كنا بنحاول نلعب ما بين الخطوط كويس جدا زي مانشستر سيتي مثلا. مانشستر سيتي كان بينزل لك ثلاث لاعبين ما بين الخطوط عشان يستلم منهم، برناردو سيلفا ودي بروين وجريليش، الثلاثه كانوا بينزلوا بين الخطوط وبيستلموا بين الخطوط بكل اريحيه. بسبب ايه؟ بسبب ان نص ملعبك مشغول، نص ملعبك كان مشغول. الاول حاجه كان مشغول ان هو يغطي على ميلنر، هندرسون كان مشغول بالتغطيه على ميلنر، مع ان هندرسون النهارده ما قدمش مباراه كويسه خالص الشوط الاول، كان بيحاول اللي احنا عايزين نغطي على ميلنر عشان ميلنر بيروح عليه بثلاث لعيبه ولا حول ليه ولا قوه، كان بيلعب في ظهره في الفودن والكوره كانت بتتلعب في ظهره، غير لو قطعها كان بيلاقي ضغط عليه من كانسيلو، بيلاقي ضغط عليه من جريليش، بيلاقي ضغط عليه من برناردو سيلفا، فكان في لخمه عند ميلنر. ومحمد صلاح ما كانش بيلعب بيعمل الدور الدفاعي بشكل قوي، محمد صلاح هجومي اكتر من انه يعمل الدور الدفاعي، نعم كان بيرجع بس كان بيرجع على استحياء، فاللي كان مطالب ان هو يرجع مع ميلنر ويقفل معاه الجبهه اليمين هو هندرسون مش اي حد تاني. وهندرسون الشوط الاول ما كانش بيعمل ده، كان سيء جدا 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 هندرسون الاول في الحته يقفل مع ميلنر. الناحيه الثانيه بصراحه جوارديولا، لا معلم انا هضغط عليك ضغط عالي، انا هستهبس الكوره واستحوذ، لو الكره معايا كان هرجع في نص ملعبي، مش هلعب لو بلوك ولا هلعب هاي بريس، لا انا هلعب ميديم بلوك واقابلك من نص ملعبك، واحاول انا اقفل زوايا التمرير عليك واحاول اخليك تعتمد على الكره الطويله واللي انت تلعب في ظهر الدفاع بتاعي غصب عنك. وده اللي عمله فعلا بيب جوارديولا، وخلى يورجن كلوب بيلعب في ظهر المدافعين غصب عنه. انت بتلعب في ظهر المدافعين سواء ناحيه اليمين على مانيه او ناحيه الشمال، ناحيه اليمين على صلاح او ناحيه الشمال على مانيه، في ظهر كانسيلو وظهر ووكر، وده ما كانش بيدي محمد صلاح او يدي مانيه كور كتير او ما فيش فرص. الشوط الاول طالع مانشستر سيتي بسبع فرص على ليفربول، او سبع خلق الفرص، بيحاول يخلق فرص سبع مرات منهم واحد اون تارجت. ما عشانش اون تارجت كتير، ولكن بيعمل عليه محاولات في المواجهه الناحيه الثانيه. ليفربول عامل وان بس، عامل مواجهه او عامل فرصه واحده او خلق فرصه واحده بس، ولا ديجو جوتا كان مميز الشوط الاول، ولا ساديو ماني كان موجود، ولا محمد صلاح كان موجود، ولا اي حد. ونص الملعب بتاعك كان هربان منك بسبب نص ملعب التقيل بتاع مانشستر سيتي، رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، وبيدوم لهم في الفودن وبيدوم لهم جريليش. فانت الشوط الاول كان سيء بكل المقاييس، زي ما عصام الشوالي كان عمال يقول في المباراه ان انت مانشستر سيتي لازم يسجل دلوقتي، لو مانشستر سيتي ما سجلش دلوقتي يخسر المباراه، لان الشوط الثاني شكله مغاير ليفربول، وده فعلا قد كان. الشوط الثاني ليفربول نزل بشكل مغاير، ضغط عالي بشراسه سواء من صلاح او ماني او جوتا، وكمان الضغط العالي ما كانش على الثلاثه دول بس، لا نص الملعب كمان كان بيضغط هندرسون و
وكيرتس جونز، لان فابينيو خلاص بقى انت الشوط الاول هندرسون ما كانش عامل مش عارف يعمل الدور ده ويقفل مع ميندر، خلاص انا اخلي فابينيو او اخلي هندرسون يحاول يضغط على نص ملعب مانشستر سيتي وما اخليهوش يدي الحريه في التمرير او يدي الحريه في تحضير براحته، واخلي فابينيو هو اللي يميل ناحيه اليمين على ميندر علشان يخليه يخلي ميلنر يريح شويه في ناحيه اليمين في الضغط اللي عليه، ويخلي فابينيو هو اللي يساعده في حته ان هو يقفل عليه يقفل معاه ناحيه اليمين. الضغط العالي بتاع ليفربول اتى بثمار في الجون الاول، محمد صلاح بتمريرتين ثلاثه مع هندرسون مع ميلنر تك 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 تك، صلاح بيعدي الكره من كانسيلو وبيروح في شارع في ظهر كانسيلو بيلم لابورت وبيطلع ساديو ماني من ظهر المدافعين كويس جدا جدا جدا. ماني بيخش الجون الاول ليفربول بعد تقريبا 10 دقايق من الشوط الاول، 1-0 ليفربول 1-0. ومش اقول لك هدي او ابتدى هو يهدي الريت، لا ليفربول ابتدى اللي هو انا مش عايز اخش فيه جول، انا هحاول احافظ. ولكن الناحيه الثانيه مانشستر سيتي لا انا ضاغط عليك، لا انا هجيب التعادل، انا عايز اجيب التعادل، انا هضغط، انا هعمل كل حاجه عشان اجيب التعادل. والتعادل جه من الثغره بتاعت ليفربول، التعادل جه من الثغره، اللعب في ظهر ميلنر، لعب في ظهر ميلنر في الفودن، استلم في البعيده بشماله 1-1. بعد ال 1-1 انا وانا بفرج على المباراه ابتديت انا اقلق شويه، سيتي خطير، سيتي ممكن في اي لحظه يجيب جول. اي نعم بيب جوارديولا اتاخر قوي في التغييرات، ما نزلش محرز، الغريب جدا ما نزلش محرز، اتاخر جدا في خروج جريليش، ولما خرج جريليش نزل ستيرلينج ما نزلش رياض محرز، فكان في حاجه غلط عند بيب جوارديولا. ولكن الناحيه الثانيه يورجن كلوب بصراحه قبل ما اتكلم عن يورجن كلوب في طرد، في طرد قبل خروج ميلنر من الملعب ونزول جو جوميز، في طرد لميلنر واضح، عدى برنارد سيلفا من هندرسون وبيعدي من ميلنر، ميلنر فرد رجله، طرد مباشر مش مباشر، انذار تاني وطرد يعني لا محال، ولكن الحكم تغاضى عنها وعلى طول خرج ميلنر اللي كان تغييره متاخر قوي قوي قوي، خرجه ونزل جو جوميز. وقبل ما جو جوميز ينزل ارض الملعب محمد صلاح بيعزف لنا سيمفونيه في الهدف الثاني. محمد صلاح بيستلم في وسط ثلاث لاعبين، بيستلم في وسط برناردو سيلفا، في وسط رودري، في وسط كانسيلو، بيستلم بيلم برناردو سيلفا، بينيم برناردو سيلفا على ظهره ويشوء احوال ظهرك يا برناردو، وبيروح وبيجيب لابورت لبره، بعد كده بياخد جوه ثاني وبيمينه في البعيده 2-1 ليفربول بجول لمحمد صلاح عالمي. محمد صلاح قولا واحدا افضل لاعب في العالم دلوقتي، وبعيد قوي عن اقرب منافسيه، بعيد قوي بعيد قوي 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 كمان عن اقرب منافسيه، ولا مبابي ولا هالاند ولا ليفاندوسكي ولا رونالدو ولا ميسي ولا نيمار ولا اي حد. محمد صلاح هو افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، اللي يقول غير كده يبقى بيهزر، اللي يقول غير كده يبقى بيهزر. واي حد يحط محمد صلاح في مقارنه مباشره او يحط محمد صلاح في مقارنه مع اي لاعب عربي او اي لاعب مصري، مع احترامي لكل اللعيبه العربيين التاريخيين او اللعيبه المصريين التاريخيين او الحاليين او ايا كان، محمد صلاح افضل لاعب عربي ومصري في التاريخ، في التاريخ. وقريب جدا هنقول محمد صلاح افضل جناح في تاريخ الدوري الانجليزي. محمد صلاح بيعمل اللي ما يتعملش، محمد صلاح عالمي 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 بكل المقاييس. ولكن ما لحقناش نفرح بجون صلاح وسيمفونيه صلاح، دي بروين بيرد علينا بيقول لنا اهدوا، هدوا الدنيا، هدوا انفيلد ده بشماله، جون 2-2. وبعد ال 2-2 انا كنت عشمان في محمد صلاح، انا كنت عشمان ان محمد صلاح يدينا واحده كمان، بس خلاص المباراه بتخلص 2-2. وفعلا زي ما قلت في الانترو ان المباراه دي اسوأ حاجه فيها هي صفاره النهائي. ليفربول قدم مباراه سيئه الشوط الاول، ما كانش عارف يعمل حلول، ما كانش عارف يوصل لمرمى مانشستر سيتي، ما كانش عنده الحلول، نص الملعب كان ضعيف، كان بيتاخد من نص الملعب، كان بيتابع على ناحيه اليمين. الشوط الثاني نوعا ما ليفربول واقف على 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 رجله دفاعيه، ولكن دفاع ليفربول اسوأ في اسوأ في كل مباراه. انت في مباراتين اثنين دخل فيه 5 اهداف، 3 من برينتفورد واثنين من مانشستر سيتي، واحد من بورتو دوري الابطال، فانت لازم مشكله الدفاع تتحل. انا اتمنى المباراه اللي جايه نشوف كوناتي، كوناتي لما حل لازم يلعب بقى خلاص، ما تنريح وجومز نريح، ندي كوناتي، كوناتي لعب مباراه كريستال بالاس عامل مباراه مميزه، ندي كوناتي بقى. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل كورة فابينيو في اخر مباراه اللي ضيعها بشكل غير طبيعي، اللي انت بتستلم فيني وعلى انت في 6 يارده على طول حط، ولكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. وده كان رايي في مباراه مانشستر سيتي وليفربول، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعك، هل ليفربول ومانشستر سيتي حد فيهم هيقدر ياخد الصداره من تشيلسي، ولا تشيلسي هيفتح الرابع وهيسرق منهم الدوري ويجري
في الصداره بدون اي منافس. قول رايك في الكومنتس ولو حضرتك بدنا نصير شامل لايك ولو مره نعمل اشتراك في قناه على الجرس على التجريت اول باول. طبعا نصير شامل على فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت وبمشي على فيسبوك كريتيوتر على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.